في انتظار هؤلاء الأولاد درس صعب في التاريخ. المعلم مضطرب، فموضوع الدرس يمس حياته الخاصة. إنه ينوي أن يتحدث عن قصة فتاة عاشت في موسكو وتعلمت في مدرسة كهذه، ولكن كان ذلك منذ 80 سنة. لقد بدأت نينا لوغافسكايا تكتب يومياتها منذ أن كانت في 13 من العمر، وفي 17 من العمر أدخلت سجن المجرمين السياسيين. نحن نعرف أنك كنت تنوين اقتناء مسدس، ما حاجتك إليه؟ لكي أغتال ستالين. من أعطاك توجيهات بهذا؟ لم أتلقى توجيهات مباشرة من أي كان. التنكيل الستاليني بالنسبة إلى الكثيرين من تلاميذ الصفوف العليا مجرد صفحة من صفحات التاريخ، وهو بالنسبة إلى المعلم غريغوري بلوتكين جحيم اجتازته جدته كما اجتازته التلميذة نينا لوغافسكايا. ويأمل المعلم كثيرا في أن يفهم التلاميذ المعاصرون قصة هذه الفتاة. درست يوميات نينا لوغافسكايا، تكتب في إحدى الصفحات ما يلي: إنه أمر غريب، إذ يبدو لي أحيانا أنني لا أكتب هذه اليوميات لنفسي بل لآخرين، ولهذا غالبا ما أخاف ألا أكتب ما ينبغي. كانت نينا لوغافسكايا تحب المسرح كثيرا، ولكنهم لم يكونوا في 30 القرن 20 يعرضون في المسارح السوفيتية مسرحيات عن حياة النساء في السجن. 10 سنوات. لماذا؟ لماذا حكمتم علي بالسجن 10 سنوات؟ الحكم غير قابل للاستئناف. لم أرتكب أي ذنب. كان المواطن السوفيتي ملزما بأن يكون سعيدا، وكانت المسرحيات المرحة والاستعراضات الساطعة والمسيرات الصاخبة تهدف إلى تأكيد هذا. إنها لمشهورة عبارة الرفيق ستالين: أصبحت الحياة أفضل، أصبحت الحياة أكثر مرحا، وأنا لا أستبعد أن بطانته المقربة صارت تعيش على نحو أفضل. ولكن إليكم ما كتبته نينا في 13 من العمر: موسكو ساخطة، الناس الحاقدون والجياع والمنهكون في الطوابير يشتمون السلطة ويلعنون الحياة. اليوم أرغمون في المدرسة على القيام بمسيرة في الشوارع، وهذا ما أثار غيظي. قررت بحزم ألا أذهب إلى المسيرة. يوميات التلميذة نينا لوغافسكايا اكتشفتها مصادفة ليا دولجانسكايا، وهي غالبا ما تكون في الأرشيف الحكومي الروسي، وقدمت هذه المرة لتبحث عن إضبارة أبي نينا سيرغي الذي تعرض للتنكيل. في البداية لم أرغب كثيرا في رؤية يوميات نينا، خطها رديء، ولكني قررت بعد ذلك أن أنظر إليها. بدأت القراءة وتابعت حتى النهاية. صفحات 3 دفاتر تتضمن أساسا كتابات عن معاناة نموذجية للفتيات: عدم الرضا عن مظهرها الخارجي أو عن سلوك المعلمين، الإيمان بحب سرمدي، الخوف من المستقبل المجهول، وحتى تفكير في الانتحار. كان يمكن بهذه اليوميات دراسة سيكولوجيا المراهقين، ولكنها أصبحت مستمسكا في قضية نشاط مناهض للثورة. تثير عيناه اهتمام دائما، حينما لا تراهما يبدو فتى ككل الفتيان، ولكن يكفي النظر إلى عينيه ولا سيما عن قرب لينشأ انطباع وكأنهما تتلألآن. ريما إيفيانسكايا أفضل صديقة لنينا، تتذكر جيدا ابن صفهما ليفكا. كانت تحبني كثيرا،
مع أنها لم تكن في يومياتها تكتب عني دائما بروح طيبة، تكتب مثلا أنني كنت أشاكسها، ولكني لا أتذكر هذا. جرت عندنا في المدرسة حادثة مزعجة جدا، كانت معلقة عندنا صور للزعماء السوفييت، وقد كذفها الفتيان بالنقيفات بدافع الشقاوة لا أكثر. كان يمكن لهذا أن يؤدي إلى السجن لهم ولمدير المدرسة ولنا جميعا. الشيوعيون البلاشفة جبناء حقراء تافهون، إنهم يخافون كل شيء، حتى أنهم يجعلون من أمور بريئة كهذه مشكلة جدية، وهم يربوننا كعبيد خانعين ويقضون بلا شفقة على كل روح احتجاج. أي انتقاد وأي تلميح إلى الاستقلال يلقيان عقابا مروعا. لم تكن ريما تعرف أن نينا تكتب يوميات، وقلما كانت نينا تحدث صديقاتها عن نفسها، لكنها بالمقابل كتبت في يومياتها أمورا كان الكثير من البالغين يخافون النطق بها ولو همسة. لم تكن نينا طفلة سوفيتية نموذجية، كانت تنظر إلى كل شيء بمنظارها ومن وجهة نظرها الخاصة، وكان يبرز عندها الكثير من الأسئلة. ترتكب في روسيا أمور غريبة، الناس يموتون من الجوع، هذا ما يقوله الكثيرون من القادمين من الريف. يقولون إن جثث الناس مرمية في الشوارع وأن مدن الأرياف مليئة بالجياع. في عام 1937 ظهر لدى نينا أول قارئ، وهو محقق في وزارة الداخلية. كان قارئا متيقظا جدا، يشير بالأحمر إلى كل الأفكار المعادية للسوفييت، وحتى أنه أشار إلى هذه العبارة: الحياة شيء فارغ وأحمق، إذ يجب على المراهق السوفيتي أن يكون من السعداء حتما.